السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعرف ازاي نعمل البحث المطلوب من الصف الخامس الابتدائي. لازم نراعي في البحث ان هو يحتوي على 6 عناصر. اول شيء ان يكون العنوان جذاب، احنا اللي بنختاره، الطالب اللي بيختاره وفقا للموضوع اللي هيتكلم فيه. المشروع لازم يكون بطريقة منظمة وفقا للقوالب او النماذج اللي بتنزلها الوزارة تسهيلا على ولي الامر وتسهيلا على الطالب. لازم نستخدم مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة اللي احنا درسناها طول السنة، سواء في الترم الاول او الترم الثاني لحد ما وقفت الدراسة. لازم نلتزم بكلمات المحددة، الكلمات دي بنلاقيها في النماذج اللي الوزارة حطاها، اللي هي المقدمة مثلا بتكون من 40 ل50 كلمة. لازم نلتزم بجميع المحاور، كل النقط دي هنلاقيها موجودة في القوالب او النماذج. هنشوف ازاي نعمل مع بعض البحث من الالف للياء باسهل طريقة بدون ان احنا نلجأ لحد بره. والاستخدام الوحيد بتاعنا اللي هنعمل منه البحث هو الكتاب المدرسي تسهيلا على ولي الامر وتسهيلا على الطالب. اول شيء، الوزارة طرحت 4 مواضيع للمرحلة الابتدائية. احنا هنا بنتكلم عن الصف الخامس الابتدائي. انت بتقرأ ال4 موضوعات المتاحين قدامك، وموضوع واحد بس اللي بتتكلم فيه. مش هنا مش اختار الاربعة. ليه؟ لان الموضوع الواحد الوزارة حطت فيه جميع المواد الدراسية في شكل موضوع واحد، فيه السياحة وفي الطاقة وفي عن الصحة وفي عن الماء. احنا اخترنا النهاردة هنتكلم عن السياحة. هما كاتبين تتوفر بمصر العديد من مقومات السياحة لجذب السياح من جميع أنحاء العالم. في ضوء دراستك قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي. أول شيء، أنواع السياحة في مصر. يبقى دي النقطة المهمة اللي هنتكلم فيها، أنواع السياحة. تاني حاجة، مقومات السياحة في مصر. إيه مقومات اللي قامت عليها السياحة في مصر؟ بعد كده هنا بيكلمني من منهج الدراسات الاجتماعية. بعد كده بيقول تخيل انك مسؤول عن احد الاماكن التي تقوم بتقديم احد الخدمات السياحية، وليكن مثلا فندق زي المثال اللي هنشرحه دلوقتي. قم بحساب عدد الزائرين صيفا وشتاء والمقارنة بينهم، موضحا سبب الزيادة والنقصان. بعد كده بيقول صمم ملصقات إرشادية مستخدما الأشكال الهندسية التي درستها. يبقى احنا كده دخلنا في منهج الحساب، بها معلومات ونصائح للزائرين باللغة العربية وأحد اللغات الأجنبية، اللي هو ان احنا كده هنستخدم اللغة الإنجليزي مع اللغة العربية. يبقى احنا دلوقتي هنبدأ نشوف ايه اللي مطلوب منا وأول الخطوات اللي بنعملها. أول خطوة، بنفتح متصفح جوجل وبنروح عند الموقع اللي متاح عليه القوالب الدراسية. قوالب الامتحانات اللي هنبدأ ناخد منها الموقع ده هسيبه لكم في صندوق الوصف. اول شيء، انت بتختار المرحلة الدراسية اللي فيها الطالب اللي بيعمل البحث. وليكن اول شيء ان احنا هنحط الصف الخامس، هنروح للصف الخامس. الوزارة حددت 3 قوالب للمرحلة الإعدادية و5 للمرحلة الابتدائية. ليه 3 وليه 4؟ المرحلة الابتدائية بيختاروا من بين 4 موضوعات، أما الإعدادية بتختار من بين 3 موضوعات. إزاي أختار قالب من القوالب اللي هشتغل عليها أو النموذج؟ اول شيء، احنا بنروح عند البحث اللي احنا اخترناه. دول 4 1 2 الطاقة، 3 الصحة، 4 الماء. يبقى ده رقم 1 هو اللي احنا هنشتغل عليه. يبقى احنا لما نيجي نختار القالب بتاعنا او النموذج هنختار الاول. بندوس تحميل، بيبتدي يتحمل عندي عرض في المجلد، نشوف هو موجود فين اهو. بنروح واخدينه وبنحطه في الملف. مثلا احنا بنعمله مثلا ملف جديد زي 5 ابتدائي، وبنحط الملف هنا بالشكل ده. الملف موجود عندي، كليك يمين
وبننزل بعد كده عند extract here اللي هي استخرج الملفات هنا. هو طلع الملف اللي هو التمبلت ده معمول بملف وورد اقدر ان انا اعدل عليه، لان بعد ما اخلص هحول الملف ده لملف بي دي اف اقدر ان انا ابعته للوزارة. بنبدأ بقى في هنا بنمكن التحرير، نعمل تمكين التحرير. اوريكم واحد انا كنت شغال عليه دلوقت اللي هو ده، هو بيجي بالشكل فاضي. بعد كده بقى بنبتدي نتعامل معه ازاي. اول حاجة هو جايب عندي ثابت زي ما احنا شفنا عنوان الموضوع، وبعد عنوان الموضوع جايب لي الرقم التعريفي اللي هو الكود، هنشوف هنجيبه ازاي. وبعد كده مقدمة بحثك وكاتب لك من 40 لـ50 كلمة. وبعد كده بنتكلم عن عناصر الموضوع من 400 لـ500 كلمة. وبعد كده بنيجي تحت جايب لك خانتين اضافة ان انت تحط صورة توضيحية بتجيبها من النت او من اي مكان، توضيحية للشغل البحث اللي انت هتعمله. وبعد كده المسافة اللي بعديها لاستكمال البحث، ثم النتائج اللي انت استخلصت من البحث بتاعك استخلصت ايه، والمصادر اللي انت جبت منها معلومتك. واحنا هنا قلنا ان احنا هنشتغل من الكتاب المدرسي. نرجع للبحث اللي احنا مجهزينه وهنشرح لكم عليه. عنوان البحث مقومات السياحة في مصر وانواعها. ممكن تختار اي عنوان تاني شايفه ان هو يتناسب معك. بعد كده الرقم التعريفي هو الكود المخصص لكل طالب بناء على رقمه القومي. الكود ده بنجيبه منين؟ بنروح لصفحة جوجل عن الاستعلام عن اكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية. هسيب لكم العنوان ده studyemsgovernment.eg، هسيبه لكم في صندوق الوصف. اول شيء بتكتب الرقم القومي وفقا لما هو وارد في شهادة ميلاد الطالب. بعد كده بنختار سنة الميلاد، وبعد كده بنختار الشهر واليوم اللي الطالب اتولد فيه. بعد كده محافظة، بنختار المحافظة بتاعتنا الموجودة في شهادة الميلاد اللي الطالب اتولد فيها، مش المحافظة اللي الطالب موجود فيها، مكان الميلاد. بعد كده بنختار ذكر او انثى، وبنقول له تسجيل الدخول بيديني كود واسم الطالب وبيديني اسم المدرسة بتاعته. بناخد الكود اللي هنا اللي بيطلع، وبعد كده بنحطه عندنا في الملف مكان الرقم التعريفي. طيب بعد كده بنتنقل للخطوة التانية المقدمة. المقدمة انت بتتكلم عن السياحة، يبقى المفروض المقدمة ان انت بتديني من 40 لـ50 كلمة انا هتكلم بناء عليهم تعريف السياحة. طب هل انا كل كلمة اكتبها اشوف انا كتبت كم كلمة؟ لا، احنا دلوقتي كتبنا دي، فبنروح واخدين الجزء اللي احنا كتبناه بنعلم عليه، وبنيجي نبص تحت هنا بيقول لي ان الكلمات 437 في البحث كله، والجزء المظلل عليهم 42 كلمة. يبقى احنا كده نفذنا الشرط لانه عاوز من 40 لـ50. ده كده بالنسبة للمقدمة. بنيجي ننتقل لنقطة تاني اللي هي عناصر الموضوع. هو اول شيء قال لي في البحث عندي لما جه طلب مني بحث السياسة، بحث السياحة، قال لي اتكلم عن انواع السياحة في مصر. علشان كده احنا اتكلمنا عن اول شيء انواع السياحة. بنذكر انواع السياحة وبنراعي الاسلوب في الكتابة، وبنراعي الفصلة والنقطة في نهاية كل جملة. بنكتب بالشكل ده انواع السياحة، وبعد كده بنتكلم عن تاني نقطة اللي هي مقومات السياحة، لان هو طلب هنا انواع ومقومات. بنكمل كتبنا هنا المقومات بالشكل ده، وبعد كده بيقول لي لو انت مسؤول، تخيل انك مسؤول عن احد الاماكن التي تقوم بتقديم احد الخدمات. فانا تخيلت ان الطالب اللي بيعمل البحث ده انه هو مدير فندق او مسؤول باحد الفنادق في مصر في مدينة اسوان، وعمل الجدول ده بيقول ان عدد السائحين صيفا كان 500 سائح وفي الشتاء كان 2000 سائح. فكده وضح هو مكان الصور اللي قلنا عليها نقدر نحط اي صورة، فعمل هنا
رسم بياني وضح هنا عدد السياح مش المبيعات، نقول له رسم بياني يوضح عدد السائحين صيفا وشتاء. نقدر نعلم الكلام ده، ناخده كده، يبقى ده كده احنا انتهينا من واحدة، استغلينا المكان ده في الرسم البياني، ووضح لي ان فيه هنا اللي بالاحمر عدد السائحين صيفا، وبالازرق عددهم في الشتاء. طبعا تحت لما جينا اتكلمنا عن باقي الوصف، قلنا تبين لي وفقا للجدول والرسم البياني السابق اللي الطالب عمله ان السياحة في اسوان تنشط في فصل الشتاء لاعتدال المناخ، يبقى سبب الزيادة كان اعتدال المناخ. يبقى هو كده استخلص من بحث اللي هو عمله. النتائج بتاعتك اللي اكتشفتها في البحث بتاعك، يجب علينا المحافظة على ثروات مصر وتنميتها. وبعد كده بنكتب المصادر بتاعتنا اللي احنا جبنا منها المعلومات، الكتاب المدرسي، وبنذكر الوحدة، وبنذكر اسم الوحدة. احنا كده يعتبر خلصنا الخطوة الاولى ان احنا عملنا البحث. بعد